حول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديحة له في أبد المحل الذي فضل له وجهد وجهي له ونيتي إرداءه وهو عجل منيتي أسأله جل بجاه الماحي كوني ساردا وسافرا له أموري ساهرا وباتنا حيث أكون راحلا أو خاتنا له تقلبي في المباح بشكر وسكر وبالرباح هو الذي يحسمني من الحرام وكل ما جاء نفسه ومن عمام أيقنت بالسفر بالإجابة ثم له أتوب بالعناب أتى له أتوب من متاب ومن قوات ومن ثواب دهوته وهو جل أكرم من أن يرد سائلا يحتزم العلم والعمل والتأدب والفوز بالأسنى بجاه المتبى لا صلاة ما سلامي عن يمين دون الانسلام لا صلاة منه تجلب لي جملة ما أطلبه من ربي هب لي يا وهاب ما أختار دأبل بمن سماته المختار قولي لا إله إلا الله محمد أرسله لله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله لله لا صلاة بالسلام منه ترزقني أقزا وفهما عنه هدى الإله حاجتي وسندي سيدنا محمد في عبدي وثقت بالله مع المختار محمد وسيلتي للباري الحمد لله على احتساني بي مسليا على الإمام لله ذي الجلال والإكرام فولت عمري بسان سامي له البرايا يغفر الخطايا منه الهدايا لسوي المسايا هو الذي يصحصح الرسايا عني في الدارين والبلايا أتيت أجل وسساهري وبعتني وتبت من خاطري حتى إليه تبت مما في سخر جنيتها لا سيما ما في الكبر دعوت الخلق مني أيقنا بأن يجيب دحوت سمنا دحوته والخلق مني أيقنا بأن يجيب دحوات سمنا أصحني يوم ثلاثاء الأحد مغتربا يقول هو الله الأحد أصحني اليوم ثلاثاء الأحد مغتربا يقول هو الله الأحد له السماوات والأرض وما بينهما مما بدا أو كتما له تعالى العرش والكرسي
والشمس والقمر والدري هو الذي خلقنا وأرسلا بوحيل الجبي رسلا أرسل رسله لنا وأسرا أسأله سبحانه أن يغفر لي وأن يكفر الذي له علي عني ورجوت فضله صرفت قلبي وصرفت جسدي له وديحة له في أبدي ما سبت بالكتاب سائقاما لوجهه صلاة باستقامة دخلت في الدار في ساد السمد معتجبا بنفسي ربي الأحد لسمد الفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أمير مقصدي مني له سوق وسكر وردا مسليا على وسيلة رداء مني له سوق وسكر وردا مسليا على وسيلة رداء يقعد للقرآن والتوحيد وعن سبيل الله الاحيد يقعد للقران والتوحيد وعن سبيل الله الاحيد لله توبتي بالاخلاح مقتديا بالمنتقى المطاح ديني دين المصطفى محمد صلى عليه الله كل أبدي ديني دين المصطفى محمد صلى عليه الله طول أبدي وسحت بالله وبالرسول ساتوبة إليه من فضول لو كتابي قبل في اغترابي وكان لي بالبشر في التراب من يتوبة إلى القفار بسورة الإخلاص في الجهار يا رب قد أسلمت نفسي في الأحد لك هنا دخل هو لا الأحد وجهت لله الكريم الواحد وتيك يذكر بالقصائد لا لساني وله فؤادي وجسدي بشكر في تمادي دهوته وإنه الوهاب تبت له وإنه تواب وخاني الواقي الذي يدافع عني في الدارين نهم النافع لست أقاف خير ربي ولا أرجو سواه وهو عصبي موئلا من سن خير الله يخني أو يضر فساك في دارين سوكد ودر يقيني اليقين أن أشرك به سيأنفر كل مشرك لم ينتبه كفاني الكافي بجاه الكافي ميلا لخيري وساك كاف نسهدي ربي أن سكوك في أنه ملك الملوك له الملوك وله الأرباح صلى له التابع والمتاب هو الإله واحد القهار ومالك الملوك والجبار كتبت شاكرا على من أنحمى به علي هؤنا تكرما فزت بفضل الله بالإسلام وأشكر الله على الإسلام الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان
الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان أعبده ولا أصل أشكره وأترك الميل إلى من يكفره أسكى صلاته مع تسليمي على النبي المصطفى الكريم حبيبه وسيلتي إليه محمد الخير الورى لديه دعوته بجاهه نيل المرام وهسمة لا سمها